الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الحادية عشرة فيما أظن أو العاشرة، القاعدة العاشرة: أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة مبناها على التوقيف. أسباب، مهم هذا الموضوع، أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة مبناها على التوقيف. فلا حق لأحد كائنا من كان أن يدخل قولا من الأقوال أو فعلا من الأفعال في جملة من يستحق صاحبه الشفاعة يوم القيامة إلا وعلى هذا الإدخال دليل من الشرع، لأن هذا أمر غيبي وأمور الغيب لا بد فيها من التوقيف. فأي إنسان تسمعونه يقول من فعل كذا وجبت له الشفاعة أو من قال كذا وجبت له الشفاعة، فلا بد أن تطالبوه بالدليل الدال على ذلك، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي بدليل فإن قوله مردود عليه، لأنه لا حق لأحد أن يثبت شيئا من أمور الغيب إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. فإن قلت وما الأسباب التي دلت الأدلة على أن من فعلها وحافظ عليها، فإنه إن شاء الله سيكون ممن يدخل في من يشفع فيهم يوم القيامة. فأقول لقد دلت الأدلة على جمل من الأعمال لا بد من ذكرها تحت مبحث الشفاعات حتى يكون ذلك من باب الترغيب على المحافظة عليها. فمن ذلك وهو أعظمها على الإطلاق التوحيد وصفاء العقيدة والإخلاص والإيمان، فهذا من أعظم ما ينال به العبد الشفاعة يوم القيامة. فإن قلت وما برهان ذلك، فأقول برهانه ما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي جاء بالتوحيد والإيمان والعقيدة الصافية مخلصا أعماله وأقواله لله تبارك وتعالى. ومنها أيضا كثرة قراءة القرآن. فإن قلت وما برهانه، فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولا يدخل العبد في هذا إلا إذا أكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل تلاوة تدبر وتعقل وتفكر وتأمل مقرونة بالعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن القرآن إما حجة لك أو عليك، فيكون القرآن حجة لك إذا قرأته وتدبرته وعملت بمقتضاه. ومنها أيضا كثرة الصيام. فإن قلت وما برهانك على هذا، فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد صحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ومنها أيضا سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الترديد وراء المؤذن، فهذا من الأعمال التي دلت الأدلة على ثبوت الشفاعة لأصحابها، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا سمعتم المؤذن
فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومنها أيضا الدعاء الوارد في السنة بعد الأذان، وأعني به ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي. يعني من قال هذا القول حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم ترون أنها أعمال خفيفة ولله الحمد، وتوجب لك الشفاعة التي توصلك إلى سعادة الدارين بإذن الله. ومنها أيضا صلاة المسلمين على جنازة أخيهم والدعاء له. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نسأل الله ألا يحرمنا من اتصف بهذه الصفات ليصلي على جنازتنا. ومنها أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصباح والمساء، فتصلي عليه 10 عند الصباح و10 عند المساء. وقد ورد في ذلك حديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي. تالله ما أسألها ما أسألها. رواه الإمام الطبراني وحسنه السيوطي والألباني رحمه الله تعالى. ومنها أيضا كثرة السجود، أي السجود في الصلاة النافلة والفريضة. فإن قلت: وما برهانك على هذا؟ فأقول: البرهان على هذا ما رواه الإمام أحمد أن خادماً كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان كلما خدمه في شيء قال له: ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ فقال الخادم يوماً: لي حاجة يا رسول الله. قال: وما هي؟ قال: أن تشفع لي. أن تشفع لي. قال: ومن علمك هذا؟ قال: ربي. قال: فأعني على نفسك بالسجود. وهذا الحديث وإن رواه الإمام مسلم لكن بغير هذا اللفظ، إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وقال الإمام النووي: المراد بالسجود أي السجود في الصلاة، أي السجود في الصلاة.
ومنها أيضا سكن المدينة والصبر على لأوائها، أي الضنك وشدة العيش والمؤونة فيها. فإن قلت وما برهانك على هذا؟ فأقول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأوائها، أي المدينة، إلا كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة، إلا كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً، إذا كان مسلماً. رواه إيش؟ إلا كنت، عيدها، لا يصبر أحد على لأوائها، أي المدينة، إلا كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً. فهذه جملة من الأعمال التي ثبتت بها الأدلة أنها توجب شفاعة النبي وشفاعة الشافعين يوم القيامة.